عسلامة. عسلامة، مرحبا. لاباس. لاباس ومرحبا بيك. يعيشك. بيك يعيشك. قد منا روحك. عبد الحميد القاطري. مرحبا. كافي. أيوة ما شاء الله. مرحبا بيك. سي عبد الحميد، أنت اليوم مش تحكينا على رمضان قبل كيفاش كان؟ هاي رمضان قبل سيدي كنا نعيشوا كسكسي وحليب أم حمصة حارة، كنا نعيشوا بشوية خبز حمراية، خبز شعير، خبز سمير، شوية البن من معزة، من البقرة، من نعجة، الحم العلوش، ناكلوا الحم حتى نعجة، رخيص، باهي بالقديش، شاي خير، صلي عنا به في نعمة كبير. أيوة بالقدي التبح باهي، الغلة باهي، طيبة طبيعيا بطبيعتها، مش بالدواء، كل شيء أمريكي، كل شيء، الخوخ، المشماش، التفاح، البرقدان، مدانينا، كل شيء، أي البوصاع، كل شيء، البريز، كل وتنا، كل شيء رخيص. أصبحنا اليوم في رمضان، يا سيدي، القارص بخمسة آلاف، الجلبان بخمسة آلاف، الفلفل 4000 5000، وين وصلنا؟ هذي الغلا، كل الدجاج ب 13 دينار، كيلو الحمى ب 35 وب 40، يا ودي كله، وين الفرق الاقتصادية تدوروا فيها في البلاد؟ أنا ما ريت حتى فرق، الحقيقة أنا ندور كل يوم يوميا في الأسواق، أيواش، قول له سي قايس طلع لجنة، هذي خلي تدور في البلاد، خلي تدور في الأسواق. في بوشان، في المحمدية، في مقريم، في بجلول، في البقاع كلها، في الزهروني، في أي بقعة، دور قول له اطلع، خليه يطلع ويشوف الأسعار، الأسعار غلت، والشيء غلى، كيلو الدقلة ب 10000، البنان هاو طلع، قال لك فهمت الله ما عادش نلقوه، خلاص طلع لفوق، ولا يعوم لفوق في الجو لفوق، أيوة، قال لك ولا يعوم في الجو. قال لك واحد برك جاي يبيع فيه ب 5000، قال ضرب عليها ضرب عام. اي قالوا له يا بزت تبيع ب 5000 نقتلوك، اطلع من هنا طول. احكي لنا على نكهة رمضان قبل. نكهة رمضان يا لالا، كنا نفرشوا بالحصيرة ونصلوا التراويح ونعمل كل شيء، كل شيء بالخير والهنا، والناس كلها تبات متعشية ونذبحوا علوش ويقسموا العباد كله، والعباد كلها تتعشى منه، ونصلوا ونسبحوا ونخرفوا ونطيبوا التاي بالكليل والزعتر، تولى بالبندق ولا سيدي بخلاوة باللوز، قال له كرفوس كرفوس. أما خير قبل ولا تو؟ تقبل الخير، وجيب 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 للكيف، وجيب الرباص ديانا، وجيب لأمه في الجبانة، وجيب لأمه في الدار، وجاب اليوم لاب الصباط، وجاب سقيحة بيانا. يا بنتي قبل كان خير، كان تاكلي وتتمتعي، وعطاك ربي الصح، شكار السيمان يهز، تو شكار السيمان تخبر عليه هزو، خاطر ياكل بالباقيات ما فيها حتى قوة، قال لك البشر ما عندوش حديد، تو يمشي يطيح، أيواش أيواش، تو يضرب الريح يطيح، أيواش. توا راهو مش عيشة توا، توا خاطر الأسوام كلها طالعة، وهم خلوهم هم اللي طلعوه، ما تماش حتى شنو تدور في البلاد. بل فما تبذير للماكلة؟ لا لا لا، ما تماش تبذير في الماكلة، أما توا هو التبذير في الماكلة، توا لقينا مقرونة بالحمل العلوش، الجلبان، بالقناري، بالحامها، بكلها، محطوطة بالزنجر، الساشي، والقطاس دايرة به، وقال لك راه ما عندناش فلوس، راه طاح قبل الضربة ما عندناش، وهو ياكل في النهار ب 50 60 دينار، حليب وياغورت وزبدة وفرماج وبقلاوة وجلابي ومخارق وخضرة وبنتي مخلطينها، وكل ياكلوا فيها، وقال ما عندناش فلوس، راهم يتكلموا الشعب التونسي. مشيت يا سيدي ناخذ باكو حليب نلقى 100 واحد قدامي، مشيت ناخذ كيلو سكر لقيت 200، هذا ضي مش معقول، قول له سي قايس صعيد وين السكر؟ ضربوا عليها العباد الصف في بوشان، نلقاها ضربه المقاسب تاع عزيز صف للبنات وصف للرجال، مش معقول، ضيع كيلو سكر ساعتين،
وين هي التوانسة باش يخدموا؟ وين الخدمة وين هي؟ توين باش ينتج؟ الله ما عنده حتى نتيجة. أيوا نحكيو على البساطة، الناس قبل كانوا بسطاء. بسطاء؟ كانوا بسطاء بالتحليل. قليل قليل قليل. لا قبل كنا قنوعين قنوعين. قبل كنا لا نمشوا حفاية. حفاية وإذا كان لقيت صباط. حتى نعالو مطيش نعمل له خيط وندور الصباط دورتين ثلاثة يولي يقيس قدي ونمشي بيه ونعمل سبادي ونعمل سلاك ونمشي ونعمل سورية بيضة طويلة هكا ونلبس لبسة باهية ونمشي توا عاد السروال مقطع ركاي وعاد الراس مطالع لفوق عم شعشوتك المرأة يا لطيف طفتم يا صاحب اللطف وجابوا الفقر والمزيري قالوا توا الكسوة وبالطبيعة جيل قبل مش كيما جيل تو. هذا تم هنا ما ينجموش يلبسوا. هاو شفتوا غادي 195 250 ب 300 دينار الكوسي ما ينجمش يشري. هو بقيل وبطا. والشعب التونسي هاو نقول لك الشباب التونسي ما يحبش يخدم الفلاح. علاش يغلط كل شيء؟ ما يحبش يخدم. حب روحه قاعد والفلوس عنده. يصرف باكو الدخان ب 5000 قهوة شيشة يضرب القمار. ويقعد غاديك ما يخدمش وما ينتجش الشعب التونسي وكانوا ما ينتجش وكانوا ما ينتجش قولوا قيس سعيد خرج الشباب يخدموا الفلاح خرج بلاح قطر قطر ولا علم كبير في الفلاح مش سهل الفلاح ايوا مش سهل ازرع الهندي توسخوا للخارج تعملوا زيت موتورات تعملوا مكياج للنساء تعملوا كل شيء تعمل منه دواء المعدة يضرب عطالة من هدي بركة وشيخة الدولة دخلت بلو كليل وزعتر ملحي وضرب زيت زيتونة هذا يخرجوا للخارج البرة خارج زيت زيتونة في اليابان يتباع ريتا 200 ألف ب 300 ألف ونحن نبيعوا اي احكي لي على العبيد كيفاش يتعاملوا مع بعضهم قبل قبل كان قليل عايش الغني عايش وقليل عايش يقول ويجا ياخذ له قفه مع بالخضره باللحم يهز ويمشي يروح اما تو يقول لك شنو يقول اعطيني حق قهوه يقول بتمشي اخي مع روحك خيلك سايب عليك من اللغه راني ناي اللغه كيفك حتى ناي راني لابس كوسيم وصبات يلمع كرفات كوسيم يا بنت قال يعطيني انا اعمل قهوه قلت له شري انا لابس فيزا ب 10000 وانت لابس كوسيم 300000 قال يعطيني اعمل قهوه هاي خلي لك كلمة الختام. كلمة الختام سني لها قيس سعيد وقول له اخرج على الميدان واخرج للاسواق وشوف الاسعار. الاسعار طلعت. اي واش ما خلوناش تقعد راهي اذا انت غادي وتقعد تحسب روحك مش هنا. لازم الاسعار يلزمها تارك حلوت. ما عادش الفوق. اي واش قول له ما كانش خلنا نخدم هو نخدم نهبط على الميدان بيدي.